انا احد اسمي لي حدوش المنور، فلاح بمنطقه ديال اقليم بركان. فعلا رحنا كنعانيو، الفلاحه ديالنا الفلاح الصغار المتوسطين كيعانيو من الكساد ديال التسويق ديال المنتوج الفلاحي ديالهم، بالاخص الليمون اللي هذا العام، ماشي غير هذا العام، هذه رحنا غاديين في 4 سنين. السبب ديالو هو ان على ان التسويق ما كاينش، التسويق ضعيف، الانتاج كاين على حسب كيتقال، كاين الانتاج اكثر من العرض، الانتاج اكثر من العرض اكثر من الطلب. اذا فين كانوا الناس ديالنا، هذو المسؤولين فين كانوا يفكروا؟ علاش مادام على انهم عطاو الانطلاقه ديال الغرس ديال الاشجار ديال الليمون، كان خصهم يفكروا في الطلب. ذكرتني باوروبا، بالاخص هذا العام هذا، على حسب ما كيروج عندنا هنا في الاقليم ديالنا، وسمعناه من الفلاح اللي شافوا هاد الناس اللي عندهم محطه ديال التلفيف الحواميض، راه ماشي المنتوج ديال البركان بالضبط اللي كيتصدر البركان، راه المنتوج ديال مناطق اخرى في المغرب. حنا بالنسبه حنا لينا كفلاحه، مرحبا صدر اللي بغيت اخويا، صدر اللي بغيت، جيب شري على قدرك، ولكن ما تصدرناش المنتوج ديال البركان اللي هو معروف عالميا بالجوده نتاعو، وتلصق له وتجيبوه هنا وتعطيه التيكي ديال البركان. هذه ما غاديش نقبلوها حنا الفلاحه الصغار، جميع الفلاحه اللي عندهم المنتوج. الحل هو وزاره الفلاحه هي اللي خصها تشوف في هذا الموضوع هذا، ماشي حنا فلاحه، وزاره الفلاحه هي اللي مهتمه بهذا الشان هذا، هي اللي خصها تشوف الحل. قضيه الكليمونتين ضرينا، لان فيها ماشي غادي نضرو، غادي نوقفوا جميع الفلاحه، واحد العدد كبير راه دابا سامح العام الفايت واللي قبله سمحوا في الخدمه، ما راهمش خدام، ما يقدرش يخدم، لا ما كاينش كتخدم كتنتج، فين غادي يدي هذا الانتاج ديالك انت؟ فين غادي يمشي؟ باش غادي تجيب انت هذا الصيار ديالك؟ ما غاديش تقدر تجيبه. دونك الحل هو غادي توقف، غادي تمشي تخدم انت الجور ولا شنو غادي دير ولا. الميساج ديالي صراحه كجميع الفلاحه، الميساج ديال جميع الفلاح، الوزارات بالاخص الوزارات الفلاح، وزير الفلاح على راس الوزاره، خصو يشوف حال هاد الفلاحه الصغار هاد، راه هما اللي كانوا لي بيلي ديال هاد المنطقه ديال بركان في انتاج الحواميض، باش نتجو هاد باش رفعوه بالمنطقه وبالاقليم كامل، بالجهه عامه، لان اقليم بركان هو لو بيلي ديال الجهه كامله. ملي بدينا حنا، ملي كنا صغار كنسمعوا بركان هو الاقليم اللي كاين، يعني موقف المنطقه كامله. لهذا نطلبوا من الحكومه كامله على انها تشوف قبل ما يفوت الفوت كما كيقال، لان مازال لحد الساعه ما عمرنا وصلنا في هذه الوقيته، هذيك الكليمونتين كيبقى في الشجره في هذا شهر واحد شهر زوج، واخا كاين دابا راه ضايع، واخا كاين، لان الجليد تحط الحبه لداخل تلقاها خاسره. ولهذا نناشد السيد وزير الفلاحه عاجلا باش يشوف يدير حل، ماشي حل ترقيح، خصو حل يكون حل دائم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.